بيروقراطية، فساد، روتين وعوائق، تحفظ على الأموال، نزاعات أراضي، هي دي أقصر طرق لهروب الاستثمارات. دوامة عاشتها مصر لسنين طويلة، لكن دلوقتي الصورة بتتغير. البلد بتشجع المستثمر، وبقى في برنامج اقتصادي طموح وسياسات واضحة لتشجيع الاستثمار بقوانين جديدة تسهل الإجراءات، بتقضي على البيروقراطية، بتمنع الفساد، وبتدي ضمانات كافية للمستثمر. البلد بتتحرك نحو المناخ المشجع للاستثمار، قانون الاستثمار الجديد. الصورة بتتغير.